السؤال السادس موضوعه الأوضاع المزرية التي يعيشها قطاع الجماعات الترابية. كلمة لأحد السادة المستشارين من فريق الاتحاد المغربي للشغل لتقديم السؤال. كان سيد الرئيس المحترمة سيد الوزير، يعيش قطاع الجماعات الترابية أوضاع مقلقة ومتراكمة، ألم يحل الوقت لإيجاد حلول لهذا القطاع؟ وشكرا. شكرا سيد المستشار. كلمة للسيد الوزير. السيدة الرئيسة المحترمة، السيدات والسادة المستشارون المحترمون، بخصوص السؤال الذي تقدمت بطرحه السيدة المستشارة المحترمة حول الأوضاع المزرية التي يعيشها قطاع الجماعة الترابية، وجب التذكير بأن موظفي الجماعة الترابية يستفيدون من نفس نظام الأجور والتعويضات التي تتمتع بها موظفو الإدارات العمومية. أما بخصوص استئناف جلسات الحوار الاجتماعي بقطاع الجماعة الترابية مع ممثلي مركزية النقابية في القطاع، وجبت الإشارة أن هذه الوزارة لم تغلق باب الحوار، حيث مباشرة بعد صدور دورية السيد رئيس الحكومة بشأن إطلاق جولة الحوار الاجتماعي مع النقابات، قامت هذه الوزارة باستئناف جولات الحوار الاجتماعي مع ممثلي النقابات الممثلة بقطاع جماعة الترابية وفق الجدول التالية: الاتحاد المغربي للشغل يوم 14 مارس، كونفدرالية ديمقراطية الشغل يوم 15 مارس، الاتحاد الوطني للشغل يوم 21 مارس، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم 22 مارس، المنظمة الديمقراطية الشغل يوم 28 مارس، والفدرالية الديمقراطية الشغل يوم 23 مارس الأخير، حيث تمحورت الملفات المطلبية حول مجموعة من القضايا التي تهم الجماعات الترابية، بالإضافة إلى قضايا أخرى تهم الحوار الوطني ولا تدخل في اختصاص الحوار القطاعي، مع الإشارة إلى أن معظم المطالب المتفق بشأنها في إطار جولات الحوار القطاعي السابقة والمحددة باتفاقية 19 يناير 2007 قد تم تنفيذها، باستثناء المطالب المرتبطة بالتعويضات عن المسؤولية بالجماعات الترابية، تأمين الموظفين الجماعيين ضد حوادث الشغل، ومشروع قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي الجماعات الترابية. وتجدر إشارة إلى أن مصالح هذه الوزارة سوف تعمل خلال هذه السنة على الاستجابة لبعض الاقتراحات الواردة في الملفات المطلبية، خاصة منها المتعلقة بالتعويض عن المسؤولية بالجماعات الترابية ومؤسسة الأعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي الجماعات الترابية، وتوسيع مجال التغطية الصحية التكميلية ليشمل خدمات جديدة، كما سيتم حث رؤساء مجالس الجماعات الترابية على تأمين موظفي الجماعات الترابية عن حوادث الشغل برسم ميزانية سنة 2019. ومن جهة أخرى سيتم العمل على دمج متصرفي وزارة الداخلية العاملين بالجماعات الترابية في النظام الأساسي للمتصرفين المشترك بين الوزارات، لتمكينهم من الاستفادة من الحقوق والوضعية الإدارية التي يخول هذا النظام كحق الانتخاب لعضوية اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، والحق في الانتماء النقابي، والحق في الاستفادة من الحركية. والسلام عليكم. شكرا سيد الوزير. كلمة سادة. سيد الوزير، ما قلتم يبقى رهين بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لشقيلة الجماعية بجميع فئاتها. فثلثي موظفي القطاع مرتبون في سلالم 6 إلى 8، أغلبهم لهم شواهد جامعية وتقنية، لا يستفيدون من السلالم المناسبة لهم، وأجورهم لا تتعدى 4000 درهم، ويبقى وضعهم مع العلم أن جامد، مع العلم أن الإدماج كان مكتسب ثم الإجهاد عليه، خصوصا وأن كل أعمالهم مرتبطة مباشرة بمصالح المواطنين. نطالبكم السيد الوزير باستكمال عملية الإدماج ورفع الحيف عن هذه الفئة، تسوية المسار الإداري والمهني للتقنيين وإنصافهم، حد سلم 7 بإحداث الدرجة الجديدة للمساعد الإداري والتقني، اتفاقية 26 أبريل، اعتماد مبدأ المساواة مع الأطر المماثلة في انتخابات اللجان الثنائية والممارسة النقابية بالنسبة لمتصرفي الداخلي. فئة أخرى سيد الوزير، عمال الإنعاش الوطني وما يعانونه من غياب عدالة أجرية وحماية اجتماعية وحقوق شغلية، لا يتمتعون حتى بالحد الأدنى للأجر السميق، ومما يتناقض والدستور المادة 31 وقوانين الشغل الدولية. ومن هذا المنبر نسائلكم سيد الوزير، أليس لهذه الفئة الحق في الاستقرار والحماية الاجتماعيين وضمان استمرارهما؟ أليس لهم الحق في ممارسة العمل النقابي وفي إدماج مطالبهم في الحوار الاجتماعي؟
كذلك نسائلكم السيد الوزير ونطالبكم بعدم تفويت موظفي الجماعات الترابية إلى القطاع الخاص في إطار التدبير المفوض دون وضع إطار قانوني وآلية المراقبة ولحماية وضمان حقوق هذه الفئة من العمال. تضييق على الحريات النقابية والحقوق النقابية المكفولة دستوريا، فالمكاتب النقابية بمجرد تأسيسها تتعرض للمضايقات وتماطل في مدها بوصول الإيداع وعدم فتح حوارات مع المسؤولين النقابيين المحليين والإقليميين والجهويين والجلوس لنقاش الملفات المطلبية المحلية أو الإقليمية أو الجهوية. كذلك يعني الاقتطاع من الأجور رغم هزالتها إمعانا في محاربة الحق في الإضراب رغم دستوريته. شطط في استعمال السلطة مستمر السيد الوزير من طرف بعض رؤساء الجماعات والمنتخبين مستغلين مع الأسف مواقعهم في أغراض سياسوية يكون ضحيتها الموظف والموظفة بالجماعات الترابية. الإسراع إلى حد الآن لم تخرج إلى الوجود مؤسسة الأعمال الاجتماعية، نطالبكم بإسراعها لما لها دور من التخفيف من المشاكل الاجتماعية لمواجهة الغلاء والأجور المجمدة وتدني الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم. شكرا. إنما في الجامعة الوطنية لعمال ومطفي الجامعة المنضوية التي تحت لواء اتحاد المغرب الشغل نتمسك بالحوار الجاد الذي يستجيب لمطالب الشغيلة الجماعية، ونحن ضد الحوار الموسمي الهزيل والشكلي. شكرا سيدة المستشارة المحترمة. سيد الوزير كيف تعقل.